المنتدى الإفريقي الأول لإدارات السجون وإعادة الإدماج أحد تجليات انفتاح المغربي على عمقه الإفريقي، هو موعد ينطلق في أولى دوراته من المغرب ليشكل مساحة للنقاش بغية توحيد الرؤية وتبادل الخبرات في أفق أنسنة السجون، مع أخذ خصوصيات دول القارة الإفريقية بعين الاعتبار. المنتدى الإفريقي لإدارة السجون وإعادة الإدماج هو كيعكس الاهتمام الكبير للمغرب بالفضاء الإفريقي ومحاولة تبادل التجارب مع مختلف الدول الإفريقية، وطبيعة الحال التجربة المغربية مهمة في هذا المجال، وخصوصا مع الأنسنة محاولة عمل أنسنة السجون وإعادة الإدماج الاجتماعي والصحي والمهني وأيضا احترام حقوق الإنسان. والحمد لله المغرب دار واحد مجموعة ديال الجهود في هذا المجال نحو رؤية مشتركة لتعزيز التعاون جنوب جنوب لمواجهة تحديات وإكراهات تدبير المؤسسات السجنية، شعار اختاره المنظمون للنسخة الأولى للمنتدى الذي يسعى إلى تعزيز الجهود التي تبذلها البلدان الإفريقية في المجالات التي تهم تدبير الشأن السجني. الهدف منه هو رسم معالم خارطة طريق موحدة ومتوافق عليها بين جميع المؤسسات السجنية للقارة الإفريقية، يعني قطاعات السجون في القارة الإفريقية، من أجل إيجاد صياغ موحدة في جميع المجالات، مجال الأمن، مجال تحديد الإدارة و يعني الحكامة وتعزيز الحكامة. هنالك على المستوى الإفريقي العديد من الدول التي حققت نجاحات حقيقية في مجال الموائمة ما بين تنفيذ العقوبات وما بين بناء برامج إصلاحية تأهيلية سواء داخل المؤسسات السجنية بنفسها، فبالتالي يمكن الاستفادة من هذه التجارب الناجحة. ودول شمال إفريقيا لديها تجارب جيدة في هذا الإطار، وبعض الدول الإفريقية أيضا، وأيضا هنالك بعض التجارب الرائدة التي نعتقد أن من الجيد أن تطرح في خلال هذه المؤتمرات. ويعرف المنتدى مشاركة عدد كبير من المهتمين بقطاع إدارة السجون الذين سيتطرقون من خلال جلسات المنتدى إلى عدد كبير من المواضيع المرتبطة بقضايا وانشغالات المؤسسات السجنية في إفريقيا. لعل الإشكالية الأبرز التي تواجه المشاركين في النسخة الأولى للمنتدى الإفريقي لإدارات السجون وإعادة الإدماج هي البحث عن التوليفة الملائمة من أجل إنفاذ العقوبات السجنية الصادرة عن الأحكام القضائية، لكن مع ضمان حق الاندماج الاقتصادي والاجتماعي لهذه الساكنة في المجتمع بعد انقضاء مدة محكوميتها.